الصيدليات زمان كانت مميزة جدا، ولأننا بنتكلم عن الصيدلي أنا عايزة أفكرك كده بالمود بتاع الصيدلية زمان. تدخل الصيدلية تلاقي دواليب خشب، استقبلك واحد شيك. أنا متهيألي إنه ناس كتير من اللي قاعدين هنا ما حضروش الشياكة دي بتاعت زمان. استقبلك واحد شيك قوي، لابس نظارة ولابس بلطو أبيض، وواقف وراه رفوف كتيرة جدا، وعارف أماكن كل حاجة. ولو اديته أي نوع من الورق اللي عليه أي نوع من الطلاسم اللي هي خط الدكاترة المعروف، بيعرف يقراه وبيفهمه، وكمان بيقول لك بدايل، وساعات بيساعدك بيقول لك انه انا بعمل الدواء ده عندي تركيب. ده النموذج القديم والكلاسيكي جدا للصيدلي. الصيدلي ده بقى يا حرام، المهنه نفسها اتطورت وتغيرت. فعشان كده كعاده كل حاجه في الدنيا اتغيرت، الصيدليات كمان اتغيرت، فبقت مفرفشه كده، والخشب راح وبقى مكانه الوان، والأدوية قلت. ما بقيناش نشوف أدوية دلوقتي في الصيدلية، الأدوية مستخبية في الأدراج، لكن شايفين لعب وشامبوهات وحاجات لطيفة جدا. المنافسة بقت شديدة جدا بين الصيدليات، عشان كده دور الصيدلي نفسه اتغير.